يطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي غدا الاربعاء اكبر حمله لتوزيع لحوم الاضاحي على الفئات الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا بكافه محافظات الجمهوريه بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك. تتضمن الحمله توزيع خمسه ملايين كيلو من لحوم الاضاحي واكثر من 150 الف قطعه ملابس وهدايا للاطفال بجانب صرف اعانات نقديه لاكثر من خمسه 10 مليون مستفيد يمثلون حوالي 3 ملايين أسرة في الفئات الأولى بالرعاية بمشاركة أكثر من عشرة آلاف من متطوعي التحالف الوطني تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية